انا كنت متخيله بقى في كوره بقى وحاجات، بس طلع نوع مختلف من حمل اللقب. في حاجه تانية هتحصل، ف يعني متحمسه جدا للفيلم ومبسوطه قوي ان الفيلم فانتزي كوميدي رومانتيك عليه مجموعه ابطال حقيقيين مختلفين جدا في طريقه التعبير عن الكوميديا والتمثيل. عندك ان استاذ هشام ماجد هو نفس البطل بتاعنا، وده كاتب ممثل، وده نوع قليل لما نلاقيه. استاذ جيم فتحي هو المخرج، في نوع من انواع الهارموني والكيمياء ما بينهم كده. عندك بقى مجموعه من المنتجين، استاذ حفظي واستاذ طارق الجنايني، كلهم عملوا بوش كده ان الفيلم ده يطلع في وقت قصير بدراما حلوه بكوميديا حلوه ناحيه تجاريه لطيفه. ف الحمد لله. هو اولا ما ينفعش نساوي الراجل بالست، الست حاجه والراجل حاجه، واحنا مختلفين ولكن بنكمل بعض، وهو ده يعني الحاجه اللي احنا لازم نرسى عليها، لان المساواه هو نوعا ما عدم تقدير للطرفين، انما التكامل ده حلو قوي. انا كنت بلعب كوره بدافع الفضول، علشان كان كل يعني كل ما ادخل العب كوره يقولوا لي اطلعي بره انت بنت، فانا الموضوع قلب معايا بقى في حته تانية، لحد ما في حاجه في مصطلح في الكوره كده، لما حد بيعدي الكوره ما بين رجليك يقول بيقول ايه؟ كوبري. كوبري، خدت كوبري. فانا اتقال لي خدت كوبري، وقعدت اعيط انا ما اخدش كوبري وما اعرفش ايه وكده. قالوا لي انت مالكيش لعب كوره، بس انا دايما عندي فضول ان هي دي الرياضه رقم واحد في العالم، وفيها نوع من انواع الطاقه الايجابيه، وفيها نوع من انواع الفرق والنوادي. احنا ده اختبار يعني. انا ساعات بتفرج على مانشستر يونايتد، ساعات بحب اتفرج قوي على السولوهات بتاعه اهم اللاعبين زي ميسي وزي مثلا بيكام وزي كذا حد، ادخل اشوف ايه السكيل بتاع الارك بتاع حياته، بس ده فضولي كشخصيه يعني مش كلعبه. هو انا كنت بكتب من قبل ما امثل، بس يعني كتابه مختلفه عن التمثيل. الكتابه بتاخد وقت كده، انك تحاول تتعلم حاجات كتيره وتاخد ورش كتيره وتقرا حاجات كتيره وتحاول محاولات كتيره لحد ما بتوصل لحاجه. بس انا دلوقتي بكتب ميوزيكال، وهو واخد طبع رومانتك كوميدي كده، وفي شويه احداث فانتازيه بتحصل جوه، ولكن في المجمع بتاع ده ان هي بطوله جماعيه، وان الدراما بتاعت المزيكا مش مقحمه، هي جايه من العالم بتاع الفيلم. هو انا اتربيت على الميوزيكال، وبعدين لاحظت ان في افلام فعلا كانت المزيكا فيها بتدخل بتحسسك بنوع كده من انواع مش حاسسها، بس في افلام كانت رائعه. فيلم زي خلي بالك من زوزو، البطل ده ميوزيكال صرف، بس انت ما حسيتش انه ميوزيكال ليه؟ علشان العالم بتاع الشخصيه سعاد حسني هي بنت علماء، فمنطقي يرقصوا ويغنوا، فمنطقي تشوف الميوزيكال، فهنا الدراما خدمت الميوزيكال. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. مش هينفع اقول، والله ما ينفع، والله ما ينفع، عشان ما طلعتش الاسم ولسه ما رسيتش عليه. ده قرار يعني لازم يبقى اسمه فيزا فور كيكي، تأشيرة الكيكي، فيزا فور كيكي. انا بعمل شخصية اسمها اسراء، وهي جورناليست بقى، ونوعا ما عندها فرصة كده ان هي تغير لك مفهوم الصحافة شوية. شاب شافتر، فاهم؟ ماسك ورا ماسك ورا ماسك، مش هتعرف النهاية، فاهم؟ بس انا استمتعت جدا بتجربتي فيه، من اول شركة الانتاج اروما، مع شانك المخرج، مع طاقم العمل، مجموعة ابطال وممثلين واصدقاء مش طبيعيين. انا مش مقتنع بالصحافه دي، اصلي دي شيء عامل زي البورصه كده، يعني هتعرف منين ترند؟ ومفيش حد بيتهيالي بيوجه ترند ما بيحصلوش ترند، وبعدين والناس اللي مش قصدها ترند بتطلع ترند. التوتر ده، انا بشرب كاميميل كل يوم بسبب الترند يا جماعه، مش هينفع، مش بعرف انام. وبعدين انا بقى فاصله تماما عن الترندات دي، ماليش فيها، ولما بطلع فيها ماليش علاقه، مش انا.